تعالوا يانا خلينا نشوف طبيب التغذية الاستشاري الدكتور محسن أحمد جاسم اختصاص دقيق تغذية. أهلا وسهلا. مرحبا. شلونك؟ دكتور حدثنا عن ضغط الدم. أكيد هسه العراقيين هاي المشكلة الكل يعاني من عندها. طبعا أكيد المرضى المصابين بضغط الدم لازم يكون عندهم أكل خاص بهم، إحنا بالإنجليزي يسمونه داش. هذه يتضمن شنو؟ أن يكون الملح جدا قليل، ملح الطعام يكون جدا قليل. نعم. يمكن استبداله بملح نوع آخر اللي يبيه بوتاسيوم مكان صوديوم إذا كان ما عنده أمراض كلى. أيضا ممكن ممارسة الرياضة وهي رياضة المشي كلش يكون مفيد إليه، وأيضا ممكن أن يتناول الخضروات والفواكه. نعم. هذه تكون جدا مفيد إليه، بالإضافة إلى أنه نصح بالالتزام بالأدوية الخاصة به. طيب القولون اليوم ايضا تهيج القولون. صحيح. فد مشكله يعني يحتاج لها علاج، فانت كدكتور شنو اللي تهيج القولون بشكل عام له علاقه بالحاله النفسيه، لكنه من ناحيه الغذاء مرتب. هذا تهيج القولون اما قد يكون مصاحب الى الامساك او مصاحب الى الاسهال، عذرا على هالكلام. اذا كان مصاحب الى الاسهال فننصح له انه ما يتناول الالياف اللي موجوده بالخضروات والفواكه. نعم. يتناول مثلا العصائر مال الخضروات او عصائر الفاكهه، ايضا هذا جدا مهم. ان يتناول الخبز الابيض مكان الخبز الاسمر. طيب. اما بالعكس اذا كان عنده امساك بالعكس ان يزيد من تناول الخضروات يزيد من تناول الفاكهه. فشي عكسي بالضبط بالعكس. نعم. ونزيد تناول الخبز الاسمر اللي احنا عندنا بالعراق اللي هو الخبز الشعير، وايضا تناول المياه مع ممارسه الرياضه. نعم. ممارسه الرياضه جدا مهمه لانها لها علاقه بالحاله النفسيه ايضا. اكيد. شكرا. شكرا دكتور. اهلا. وناخذ فاصل قصير ونكمل.